والعمل الجماعي لمواجهة التحدي التغير المناخي، وقد بذلتم جهدا هائلا للوصول الى ما وصلنا اليه، وانتم ساهمتم في نزاهة العملية والاعتماد على نهج شفاف ومتوازن، واي خطأ ليس مقصودا باي صورة من الصور، ونحن نمتن لكافة الوفود والمجموعات التي كانت متواصلة معي ومع وفدي ومع كل منا بما سمح لنا للوصول للنتيجة النهائية التي وصلنا إليها. وأعتبر النص الذي سيعتمد سيعكس التوازن الدقيق الذي يخدم مصالح الجميع، والذي تم تمثيله في هذا الاجتماع، والتدليل على الطموح العالي الذي نستطيع الوصول إليه في هذه اللحظة من اللحظات الهامة على مسارات العمل. في بداية هذا المؤتمر 113 من القادة وزعماء انضموا لقمة التنفيذ للتداول حول كيفية الوفاء بجندة المناخ والوفاء بالالتزامات الخاصة بالتنفيذ، وتم التشديد على خطورة أزمة المناخ وضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من التنفيذ والوفاء والوصول إلى نتائج ملموسة. سادة الأعضاء والسيدات، إن القرارات التي تم التوصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال إلى الحياد المناخي والقدرة على الصمود، وأدعوكم جميعا لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليست ككلمات على الورق ولكن كرسائل موجهة للعالم بقيادة زعمائنا من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق. وبعد أناشدكم لاعتماد مشروعات القرارات التي ستعرض عليكم، أن العالم يتابعنا ويشاهدنا، وأناشدكم جميعا أن تكونوا على مستوى التوقعات التي أنطنا بها كمجتمع من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما من قبل الأكثر تعرضا وهشاشة والذين ساهموا بأقل نسبة في التغير المناخي. أعلن افتتاح الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في دورته 27. وأود أن أستمر في النظر في المقررات والاستنتاجات التي تم التوصية بها لاعتمادها من قبل مؤتمر الأطراف، والترتيب الذي سننظر فيه بجدول الأعمال معروض على الشاشة في الوقت الراهن. أود أن أبدأ بالبند الفرعي 8 واو، والذي هو تحت البند 8 المسائل المرتبطة بالتمويل. جميعا ستتذكر التنظيم التالي لعمل البند 8 الذي أقريناه. للبند الفرعي 8 ألف فريق اتصال أنشئ برئاسة مشتركة من جورتريد ولونسكي وكارلوس فولر، وللبند الفرعي 8 باء فريق اتصال أنشئ برئاسة مشتركة من قبل جانين فيلسون ودومينيك مولوي. وبالنسبة للبند الفرعي 8 جيم و 8 دال، فإن فريق اتصال قد أنشئ وترأسه كل من تورو سورخيوي وريتشارد مويانكي. للبند 8 هاء، فإن فريق اتصال قد أنشئ وترأسه ريكاردو مارشال وكيلي شار. للبند الفرعي 8 واو، فإن مشاورات رسمية تم تيسيرها من قبل خوليو كوردانو وأرسلا فوينتس. أشكر كل الرؤساء المشاركين لعملهم الشاق. ونبدأ بالبند الفرعي 8 واو ونعود إلى البنود الفرعية التالية في مرحلة لاحقة. أدعو مؤتمر الأطراف للنظر في 8 واو، المسائل المرتبطة بترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالآثار المنوئة للتغير المناخي، بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر. وفضلا عن المشاورات الوزارية التي تمت من قبل الوزيرة مايسا روخاس من شيلي ووزير الدولة جينيفر مورغان من ألمانيا، أدعو مؤتمر الأطراف لاعتماد المقرر معنون ترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالأثار المنوئة للتغير المناخي، بما في ذلك التركيز على التصدي إذن للخسارة والضرر المتضمن في الوثيقة FCCC على CPE على 2022 على L18 وFCCC على PA على CMA على 2022 على L20. بما أنه ليس هناك من معارضة تقرر الأمر على هذا النحو.
I hereby suspend the 10th meeting of the call. أعلن تعليق الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف. أعلن افتتاح الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف المنعقد بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس في دورته الرابعة. وأود أن أستمر في النظر في المقررات والاستنتاجات التي تم التوصية باعتمادها من قبل اجتماع اتفاق باريس وترتيب بنود جدول الأعمال معروض على الشاشة. وأدعو الآن اجتماع اتفاق باريس للنظر في البند الثامن المسائل المرتبطة بالتمويل. بالنسبة للبند الفرعي 8 ألف، فريق اتصال أنشئ برئاسة جانين فيلسون ودومينيك ملوي. بالنسبة للفرع البند الفرعي 8 باء و8 جيم، فريق اتصال ترأسه كل من ريتشارد مويانجي وتورو سورخيو. وللبند الفرعي 8 دال، فإن فريق اتصال ترأسه كل من ديان بلاك لين وإيفا شرويدر. بالنسبة للبند الفرعي 8 هاء، فإن فريق اتصال أنشئ برئاسة دهير فقير وجورج بورستينغ. للبند الفرعي 8 واو، فإن مشاورات رسمية قد تم تيسيرها من قبل خوليو كوردانو وأورسلا فوينتس. وفضلاً عن ذلك، فإن مشاورات وزارية تم تيسيرها من قبل الوزير بوهابندر ياداف من الهند والوزير كريس بوين من أستراليا في إطار البند الفرعي 8 هاء، من قبل الوزيرة مايسا روخاس من شيلي ووزيرة الدولة جينيفر مورغان من ألمانيا في إطار البند الفرعي 8 واو. وأشكر الوزراء وكل رؤساء المشاركين لعملهم الشاق. وسأتناول البنود 8 واو و8 هاء الآن، ونعود للبنود الفرعية التالية في مرحلة لاحقة. أدعو اجتماع اتفاق باريس للنظر في البند الفرعي 8 واو، المسائل المرتبطة بترتيبات التمويل استجابة للخسارة والضرر المرتبط بالآثار المنوئة للتغير المناخي، بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر. وأدعو اجتماع اتفاق باريس لاعتماد مشروع المقرر المعنون ترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالآثار المنوئة للتغير المناخي، بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر المتضمن في الوثيقة FCCC على CP على 2022 على L18 وFCCC على PA على CMA على 2022 على L20. بما أنه ليس هناك من اعتراض، فقد تقرر الأمر على هذا النحو. أدعو اجتماع اتفاق باريس للنظر في البند الرابع، المسائل المرتبطة ببرنامج العمل لتعزيز على وجه العجالة طموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه في الفقرة 27 المقرر 1 CMA 3. السبستا وهيئة الفرعية للتنفيذ لم تتمكن من انتهاء من النظر في هذه المسائل، وتم إحالتها لاجتماع اتفاق باريس لمزيد من التوجيه. وأود أن أشكر كارلوس فولر وكي هاريسون للاستمرار في المشاورات غير الرسمية هذا الأسبوع. وأود أن أشكر كذلك الوزيرة باربرا كريسي من جنوب أفريقيا والوزير دان يورغنسون من الدنمارك لقيادتهم المشاورات الوزارية نيابة عني. عضو رفيع من وفدي عمر أسامة عبد العزيز قاد مشاورات حول هذا الموضوع أيضا. وأدعو اجتماع اتفاق باريس للنظر في مشروع المقرر المعنون مسائل ترتبط ببرنامج العمل للتعزيز العاجل لطموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه في الفقرة 27 من المقرر 1 على CMA 3، كما هو متضمن في الوثيقة FCCC على CMA على 2022 على L17. سويسرا تطلب الكلمة. شكرا جزيلا سيد الرئيس. أتحدث عن نيابة عن فريق التكامل والنزاهة البيئية. لم يتوفر الوقت للنظر في هذا المقرر لمؤتمر الأطراف. علينا أن ننظر في آثار التخفيف والبرنامج المرتبط بذلك. تلقينا مشروع المقرر ولكن لم تتوفر فرصة لدراسته. مجموعتنا بحاجة لوقت لدراسته، وعليها أن نؤجل اعتماد هذا القرار. ولذلك نقترح أن نعلق لنصف ساعة حتى تستطيع الوفود أن تنظر في مشروع المقرر، ونعود ونتخذ القرار عن علم. شكرا. إذا لم يكن هناك اقتراح لتعليق لنصف ساعة،
لا أرى معارضة، فقد تقرر الأمر على هذا النحو. يعلق الاجتماع لمدة نصف ساعة.